تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى 26 من شهر أغسطس المقبل تحت عنوان العالم عالمين، وتستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع ما بين فعاليات رياضية ومسابقات ترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم. ولمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين. باسم، يعني أطلعنا على المزيد من الفعاليات في مهرجان العالمين العالم عالمين. تحياتي إليك وإلى جميع المشاهدين من مدينة العالمين. نعم، نحن الآن في منتصف الأسبوع. بين أسبوع مضى كانت فيه فعاليات، وإلى أسبوع جديد أو ختام أسبوع جديد فيه فعاليات جديدة. المصطفون والزائرون يعني يأتون إلى المدينة على مدار اليوم، وكنا بالأمس في الممشى السياحي نرقب حركة الزائرين، وكانت هناك كثافة كبيرة من الزائرين سواء من المصطافين أو ممن كانوا حتى يعملون في المشاريع القومية التي تجري على قدم وساق هنا في العالمين الجديدة. أبرز ما لدينا هذا الأسبوع في ختامه على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت بمشيئة الله، يوم الخميس لدينا حفل غنائي كبير يحيي الفنان الكبير مدحت صالح صحبة الفنانة ريهام عبد الحكيم أو عبد الحكم. معنا في يوم الجمعة الفنان الكبير حميد الشاعري والفنان محمد منير في حفل يوم الجمعة، ونختتم فعاليات الغنائية للأسبوع لختام الأسبوع يوم السبت مع الفنانة إليسا والفنان تامر عاشور. هذه هي أبرز الحفلات التي ينتظرها الجمهور خلال هذا الأسبوع. وبينما نتحدث تجري الآن على قدم وساق الإعدادات والتجهيزات لأرينا العالمين، حيث ستجري هذه الاحتفاليات أو الحفلات الغنائية. إليك. نعم، باسم أبو العينين من العالمين الجديدة، جزيل الشكر لك.